محمد بن سلمة يدخل على سيدنا عمر، فهذا الرجل محمد ابنه تلقى ضربا، ابن سيدنا عمرو بن العاص ضرب رجلا في مصر لأنه سبقه، رفع هذا الأمر إلى سيدنا عمر. أول شيء فعله عمر قال أرسل أمير المؤمنين يدعو عمرو بن العاص وابنه محمدا، ولندع أنس بن مالك يروي لنا النبأ كما شهده ورآه بعينه. قال فوالله إنا لجلوس عند عمر، وإذا عمرو بن العاص يقبل في إزار ورداء. فجعل عمر يتلفت باحثا عن ابنه محمد، فإذا هو خلف أبيه. منين جايين؟ من مصر، يعني شهر. فقال سيدنا عمر أين المصري؟ فقال المصري ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال عمر خذ الدرة واضرب بها ابن الأكرمين. سيدنا عمرو بن العاص ابنه تسابق مع هذا المصري، المصري سبق ابنه، فلم يرضى بهذا الهون، أمسك درة وضرب بها هذا السابق وقال أتسبق ابن الأكرمين؟ لازم ما تسبقني. طيب سباق هو، سباق هو. قال عمر خذ الدرة واضرب بها ابن الأكرمين، فضربه حتى أثخنه. قال ونحن نشتهي أن يضربه الصحابي، فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه، وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين. ثم قال عمر هي العصاية أجلها على صلعة عمر، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه، لو لم تكن ابنه ما ضربك. فقال الرجل يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت وضربت من ضربني، انتهى. قال عمر أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. ثم التفت إلى عمر وقال يا عمر متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى ظهرت حقوق الإنسان؟ في أعقاب الثورة الفرنسية، كانت أوروبا في غياهب الجهل والظلم، وقبل 1500 عام يقول هذا الخليفة العظيم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ والي مصر يأتي مع ابنه يقطع مسافات شاسعة ليقتص عمر من ابنه لأنه ضرب هذا المصري ولا ذنب له إلا أنه سبقه. ثم قال أجلها على صلعة عمر، لماذا؟ لولا أنه ابنك لما فعل هذا بسلطانك.